حابين نعرف المبادرة بقالها قد ايه، وجات لك الفكرة منين، ونفذتيها ازاي وامتى وكده. طيب، هي المبادرة بقالها سنتين. هي الفكرة ما جاتليش انا، هي الفكرة ليها مؤسس استاذة هبة عبد الجواد، تمام، وهي الكو فاوندر بتاع ايدي كويست. فايام فاكرة الوقت اللي اتنقل فيه الامتحانات، بقت ابحاث كلها، ففي شك كده حصل، الولاد مش عارفين يقروا، الولاد مش عارفين يكتبوا، الولاد مش عارفين يعبروا وقت الكورونا. وقت الكورونا فاكتشفنا الامهات خلاص مزنوقين في الوقت، فبيعملوا الابحاث. لا، وطلع حاجه جديده، موضه سناتر بتعمل الابحاث للولاد، وكل اللي كانت عايزاه الوزاره ان هم يقيسوا فهم الولاد في مساله صغيره جدا موجوده عندهم في المنهج. بس الولاد ما تعودوش يعبروا، هم تعودوا ان في سؤال بنجاوب عليه، اجابته دي انا حافظاها. شكل السؤال لو اتغير او بدانا نسال عن حاجات خاصه بيا انا او وجهه نظري او كده، انا ما اتعودتش على كده بالظبط. فساعتها استاذه هبه فكرت في ان احنا نعمل حاجه كايدي كوست، مهتمين بالتساؤل، ليها علاقه بان احنا ننمي مهارات البحث عند الولاد، مهارات التساؤل، المهارات القرائيه. فكلمت مع استاذه اسماء عماره، دكتور اسماء عماره، متخصصه في ادب الاطفال واليافعين، وهي كتبت قصص معروفه، وبدانا نعمل حاجه شكل المبادره. يعني اخذت ايه، اخذت شويه كده ان احنا متخيلين ان احنا هنعمل مبادره للولاد صغيره مدتها شهر، بنحاول ندربهم فيه على الحاجات اللي كانت الوزاره عايزاها منهم، مع اضافه بقى الحاجات اللي احنا مهتمين بيها او تساؤل بشكل خاص. حلو. بعدين كبر الموضوع جدا. أوه. جدا. لقينا ان في احتياج حقيقي حقيقي، الناس محتاجه والاطفال محتاجه. فطلعت المبادره بقى لها سنتين بقى. حلو. طب انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ يعني انتوا مخصصين سن اللي هو من 9 ل 17 سنه، مظبوط؟ بتعملوا ايه؟ يعني هل الاولاد او الاطفال مثلا بيسالوا اسئله وانتوا اللي بتسيبوهم هم يدوروا على الاجابات، ولا انتوا اللي بتطرحوا الاسئله، ولا بتشوفوا ايه اكتر اسئله مشتركه ما بينهم وبندور عليها كلنا سوا؟ يعني ايه اللي بيحصل بالظبط؟ تمام. احنا اول ما بدانا، طبعا احنا اصلا يعني التساؤل ده حتتنا متخصصين فيه، ودكاتره وابحاث وكده. ففي المبادره مبنيه شويه على مسد علميه، على اوراق بحثيه، على ريسيرش بيزد يعني. فاحنا فكرنا احنا نحط الولاد في تجربه تعلم مختلفه. هم الولاد بيجوا باسئلتهم، بيحطوا 4 اسئله. احنا بس الاسئله دي بس عشان نملى الاستماره، ونقول ان الولاد عايزين يسالوا ويفهموا المبادره بتتكلم عن ايه. وبعدين بناخدهم نستلمهم، ميسر بيقعد معاهم شهر واسبوعين. ميسر جايه من تيسير عمليه التعلم، مش معلم. ومش لازم يكون متخصص، اللي هو ممكن يكون بس بيقول لك الخطوات او الحاجات اللي ممكن تعمليها عشان تسهلك توصل للمعلومه بتاعتك. بالظبط، بيساعدهم ان هم يتعلموا. بعدين اول ما بيخش الولاد شويه بتبقى اسئلتهم تقليديه جدا، يعني اسئله الاستماره اللي اتملت في الاول تقليديه بشكل رهيب. يعني هل، متى، من، عارفه الاسئله اللي من النوع اللي هو اجابته معروفه وخلاص. اوكي. بعدين لما يدخلوا المبادره بيقعدوا اول اسبوع كده يتعرفوا اكتر على الميسر، ميسر بيحاول يعرف هم فعلا مهتمين بايه. بنعمل اكتيفيتي كده بحيث ان احنا نطلع اللي جوه، نطلع السؤال الحقيقي اللي هو عايز يعمل عليه سيرش. فبنقعد شويه، يعني مثلا اسبوع 10 ايام. الشغل بيبقى جماعي وفردي، يعني احنا الجروب تقريبا من 6 ل 8 اطفال معاهم ميسر. ميسر بيشتغل معاهم سيشن جماعيه، وبيشتغل مع كل واحد بشكل فردي، بحيث ان احنا ايه، نبقى واصلين للسؤال الحقيقي، لا سؤال ماما وبابا اللي ملت الاستماره، ولا السؤال اللي هو بيحطه عشان نخلص. تمام. بس بعد كده الولاد بيطلعوا اسئلتهم، بنساعدهم ان هم يشوفوا اسئلتهم من زوايا نظر مختلفه. مهم جدا في التساؤل اللي هو التعليم الحقيقي، ان الطفل يبقى حاسس ان الموضوع ده بيجره لمفاهيم كتير، لمواضيع كتير، لمهارات مختلفه، فيبدا يفكك سؤاله لاكتر من زاويه. يعني ايه يفكك سؤاله؟ يعني مثلا هو بيتكلم عن الفضاء، عايزين نصنع مركبه فضائيه، فيلاقي نفسه سؤاله واخده ناحيه الجاذبيه، ناحيه السرعه، ناحيه يعني ايه فضاء اصلا، ناحيه كوكب الارض والكواكب الثانيه. بنحاول نخلي ياخد زوايا مختلفه بحيث ان هو يبقى ملم بالموضوع.